راقبني منيح أحمد بيك وفهم شو بدي أحكي. شوف هون، هذا اللحم من ضلع الخروف ومن الفخد. اللحم اللي بتاخده من الضلع ومن الفخد أول شي لازم تنظفه كتير منيح لا تشيل الأعصاب اللي فيه، تمام؟ وبعدين إذا بدك يا مفروم لازم تقطعه بالطريقة بالأول وبعدين تفرمه ليصير ناعم. إيه صح، لازم ما تنسى الدهن كمان. بعدين بتاخذ كل الدهن اللي أخذته من جسم الخروف وبتفرمه. تفرم. إيش؟ الكل اللي بيعمل هيك باللحمة ما أنا شغلة صعبة أبدا. قل لي هلأ، شو اللي بيخلي كبابي أحسن من غيره بكتير؟ ما بعرف، بس يمكن بسبب طريقة فرم اللحمة يا جلال بيك. البهارات طيب؟ سر بسيط وصار لازم أكشف لك إياه. السر من زمان، من لما بلشت بهالمصلحة ما بدبح حيوان إلا ما ألعب له بشعره وبدون ما أدلله كمان. يعني بصراحة أنا بخلي علاقتي مع أعدائي منيحة، وإلا ما رح يجوا لعندي بكامل إرادتهم مثل ما حضرتك عملت اليوم. يا خروف الحلو المدلل. ميلاد بأمرك بابا، أنت تفضل وأمرني. بيعجبني كتير استهزاءكم فيني وبدراتي. وهذا الزلمة منهم. أنت كنت معي وقتها وشفت كيف صغرونا كتير قدامه، ما هيك؟ وبتذكر كيف قلت له حاول تساعدنا وتحلحلنا أمورنا يا أحمد بيك. وقت فكرونا كتير ضعاف، ما هيك؟ ميلاد تعرف شغلك منيح بابا. ما حدا بيعرف كيف كنت عم تفكر. كنت عم تقول معقول هذا الجبار جلال صح؟ ما تتذكر اليوم اللي فتت فيه من هذا الباب ومعك كل رجالك؟ لولا الحي هالفهمان كان راح يترك بخشيش كمان، لأني كنت عم أعملهم كباب. إيه، كل إنسان لازم يعرف حدوده يا بابا. هدي لي أعصابك، ما بصير توتر أعصابك، لازم تضل رايق. شو رأيك أعمل منك شي 3 كيلو كباب؟ طيب رح أعمل شو ما بدك، بس تركني روح. شو بك؟ ليش العجلة؟ الله يلعنك. الله يلعنك. تعرفوا ما حدا راح يتأخر عن جنازته لهذا التافه، لهيك يمكن لازم يقتلوه هلأ. أنا ما بقدر وقع، ما بقدر أترك الشركة هيك. قضيت سنين عمري لحتى بنيتها. لا تناقش كتير، أنت غرقان بالديون وصار لازم استلم شغلك كله، وأكيد رح أعطيك المصاري كاش. فكر منيح، هاي فرصة العمر. انت خليك هون. تتذكر مين انا؟ انت اللي دمرت لي حياتي، ما عندي غير هالولد وانت اخذته مني،
رح يتعفن بالسجن من وراك. يا رب إن شاء الله بتعيش الوجع اللي عم بعيشه وبتخسر أغلى شي عندك. فاهميني عن شو عم تحكي يا خانم؟ مين هذا ابنك وأنا شو علاقتي فيه؟ لما يتدمر هذا المكان فوق راسك رح تفهم شو علاقتك بابني. من زمان مجيد قال لي هالحكي، قال لي إنه جلال نسي حتى إنه إنسان، وفوق بيقتل اللي بيحكي هيك. أنت قوي كتير مو هيك؟ أنت قاسي مثل الصخر، بس في كتير شغلات ممكن تخسرها يا بياع الكباب. أنا شو عندي؟ بس ابني، ولما يصيبه أي أذى وقتها بس أنا رح أقتل كل اللي كان السبب. إجا الوقت لتخسر كل شي. لا تنسى هذا الحكي، رح تندم على كل شي. تركوني تركوني، بعدوا عني، تركوني.